بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا حلت بنا السكرات وارتفعت الزفرات. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا حلت بنا السكرات وارتفعت الزفرات. صدى القصيم تقدم. اللهم أنت أنيسنا في الخلوة إذا أوحشنا المكان ولفظتنا الأوطان وفارقنا الأهل والجيران. اللهم فاجعل تلك القبور لنا رياضا من رياض الجنة. صدى القصيم تقدم. يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا ملجأ التائبين، يا مغيث المستغيثين، يا ملجأ التائبين، يا مغيث المستغيثين، يا من هو أرحم الراحمين. صدى القصيم تقدم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل الخاطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا للمسلمين. تسجيلات صدى القصيم بمدينة بريدة تستهل إصداراتها بتلاوة من صلاة التراويح بصوت الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الشاوي حفظه الله، وذلك لجزء عامة مع دعاء ختم القرآن الكريم لعام 17 و400 ألف من الهجرة المباركة. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون
خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك
نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين
كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا فأترن به نقعا، فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد
الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت له الشدائد الصلاب واستدلت بصنعته الألباب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله الذي لم يزل جليلا الحمد لله وحسبي به كفيلا الحمد لله ذي الجلال والإكرام الجبار الذي لا يرام العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام له الأسماء العظام والأفعال الكرام والمواهب الجسام والضياء والظلام. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع ذي الملك والملكوت والعز والجبروت الحي الذي لا يموت سبحان فارج الكربات سبحان مغيث اللهفات سبحان قاضي الحاجات سبحان رب الأرض والسماوات سبحان من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحان من يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار سبحان من سجدت لهيبته الجباه سبحان من سبحت بحمده الأفواه سبحان من تنزه عن الأضداد والأنداد والأشباه سبحانك إنك على كل شيء قدير سبحانك كل أمر عليك يسير سبحانك كل عبد إليك فقير سبحانك اللهم ما أرحمك سبحانك اللهم ما أعظمك سبحانك اللهم ما أكرمك سبحانك اللهم ما أحلمك. اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد أحسنت خلقنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وللإسلام هديتنا ورمضان بلغتنا وعلى الصيام والقيام أعنتنا
ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلاة وسلاما دائمين على خير البرية وهادي البشرية نبينا محمد وعلى زوجاته وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم فكما جعلتنا بكتابك مصدقين فاجعلنا بتلاوته منتفعين وبما فيه معتبرين وإلى نذير خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأولى حفيظ. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الأمر ما قضيت والدين ما شرعت، وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحمن. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجيرنا من النار وأن تفتح لنا أبواب الجنة دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك ورفعنا كف الضراعة إليك وتوجهنا بقلوبنا إليك، فلا تبعدنا عن جنابك ولا تطردنا من رحابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا إنا قد دعوناك طالبين ورجوناك راغبين، إلهنا فجد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وقنا شماتة الأعداء
وأعذنا من درك الشقاء وحطنا برعايتك في الصباح والمساء. إلهنا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا من نقصد وأنت المقصود، من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليه وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، وبواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. نسألك اللهم أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، نسألك اللهم أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسر جهنم مزلة أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، ونجنا من كرب يوم القيامة، ونجنا من كرب يوم القيامة، ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، أعنا على الموت وسكراته، أعنا على الموت وسكراته، وغصصه وكرباته، وأعنا على القبر وظلماته، والصراط وزلاته، ويوم القيامة وروعاته. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم عند الموت ملائكة الرحمن، وممن يبشر بروح وريحان، وبنعيم الجنان، وبرب راض غير غضبان. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا حلت بنا السكرات وارتفعت الزفرات، اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا حلت بنا السكرات وارتفعت الزفرات، اللهم أنس وحشتنا وارحم غربتنا إذا صرنا إلى اللحود وجاورتنا الهوام والدود وعلانا التراب وتقطعت من الأسباب،
اللهم فارحمنا في ذلك الموقف العصيب، وثبتنا بالقول الثابت وسهل علينا الجواب، وثبتنا بالقول الثابت وسهل علينا الجواب. اللهم أنت أنيسنا في الخلوة إذا وحشنا المكان، ولفظتنا الأوطان، وفارقنا الأهل والجيران. اللهم فاجعل تلك القبور لنا رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل تلك القبور لنا رياضا من رياض الجنة، وافسح لنا فيها مد البصر، واجعلنا فيها من المنعمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ونبتهل إليك ابتهال من لم يخطر بباله سواك، ورحمتك تسع منا من أطاعك ومن عصاك. يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا ملجأ التائبين، يا مغيث المستغيثين، يا ملجأ التائبين، يا مغيث المستغيثين، يا من هو أرحم الراحمين. إلهنا قد غرقنا في لجج المعاصي والأثام، وذنوبنا قد كثرت وعمت، ومعاصينا قد عظمت وطمت، وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به على الخاطئين. وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤملون. فانظر يا إلهنا إلى هذا الجمع بعين العطف والرحمة والإحسان، فانظر يا إلهنا إلى هذا الجمع بعين العطف والرحمة والإحسان. إلهنا، هؤلاء عبيدك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، قد تعبت أقدامهم ووجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، ومدت إليك أيديهم، ومدت إليك أيديهم، ومنهم فقراء يسألونك الغنى، ومرضى يسألونك الشفاء، ومهمومون يسألونك الفرج، ومذنبون يسألونك المغفرة، وتائبون يسألونك القبول، وكلهم ينشد رضاك والجنة، ويستعيذ من سخطك والنار. اللهم فحرم هذه الوجوه على النار، اللهم فحرم هذه الوجوه على النار، اللهم فحرم هذه الوجوه على النار. اللهم واحشرهم في زمرة المتقين الأخيار، وأسعدهم بدخول الجنة دار القرار، وحقق لهم آمالهم، وتقبل منهم أعمالهم، واختم بالصالحات آجالهم. اللهم من كان من بين هذا الجمع من هو على ذنب وضلال، فاهده إلى سواء السبيل، فاهده إلى سواء السبيل، فاهده إلى سواء السبيل، وامنن عليه بتوبة صادقة ورجعة خالصة، واجعله من المتقين الأبرار، وسائر المذنبين من المسلمين. اللهم ومن كان من هذا الجمع مريضا بأي أنواع من المرض، فأنزل عليه شفاء من عندك، فأنزل عليه شفاء من عندك، عاجلا غير آجل، كاملا غير ناقص. وأسعد أهله وقر عينه، وأفرح قلبه بشفائه من هذا الداء، وقر عينه وأفرح قلبه بشفائه من هذا الداء، واجعله يوم العيد من السعداء، واجعله يوم العيد من السعداء، وسائر مرضى المسلمين.
اللهم ومن كان من هذا الجمع من لم يتزوج فأعنه على الزواج ووفقه فيه ويسر له أموره، ومن كان منهم محروما من الذرية فأسعده بالعطية الصالحة وارزقه من فضلك الواسع يا من بيده خزائن السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك للجميع الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك والجنة. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وبلغنا منازل الأولياء واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن أوليائك المتقين وعند الموت من المستبشرين وفي قبورنا منعمين ويوم الفزع الأكبر آمنين ولحوض نبيك واردين وبكأسه شاربين ولشفاعته نائلين. واجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين واجعلنا فوق الصراط من العابرين ولجنات الفردوس من الداخلين ولوجهك الكريم من الناظرين ولوجهك الكريم من الناظرين ولوجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعيبنا مستورا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وأذهب ظلمة الذنوب بأنوارك الساطعة. اللهم ارحم من اكتنفته منا سيئاته وأحاطت به خطيئاته. ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على خير أنبيائك وصفوتك من خلقك، ونسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من المرحومين. نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من المرحومين، ولا تردنا بالخيبة محرومين، وافعل ذلك بنا وبسائر المسلمين، وافعل ذلك بنا وبسائر المسلمين، واخصص بذلك الآباء والأمهات والمشايخ والدعاة وسائر الأقربين والمسلمين. اللهم كن لنا بعد الأحباب حبيبا ولدعاء من دعاك من خلقك مجيبا، واجعل لنا في موارد رحمتك ومواهبك حظا ونصيبا يا من لم يزل سميعا قريبا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لوالدينا وترحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا أفضل الجزاء وحرم وجوههم على النار، وحرم وجوههم على النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعنا اللهم على إكرامهم والبر بهم أحياء وأمواتا. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا تجعل من ذرياتنا شاذا أو منحرفا، واجعل من أبنائنا حفظة للقرآن ومن رافعي راية الإسلام، واجعلهم لنا خير خلف يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا واجعلهم سندا وعونا للدعاة والمصلحين، واجعلهم حربا على الفساد والمفسدين وسيفا صارما على رقاب المنافقين. اللهم أصلح بطانتهم ووفقهم للعمل بشرعك، وارزقهم الرفق برعاياهم يا مالك الملك يا رب العالمين. اللهم وأصلح علماء المسلمين ودعاتهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى،
واجعل عملهم في مرضاتك، واجعلهم ممن يقول كلمة الحق لا يخشى فيك لومة لائم. اللهم وانفعهم وانفع بهم، وزدهم علما وورعا وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم قهم شح أنفسهم، ولا تجعل الدنيا همهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اهد فيه ضالنا، واغن فيه فقيرنا، واشف فيه مريضنا، وانصر فيه مجاهدينا، وفرج فيه عن مأسورينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم واقض الدين عن المدينين. اللهم يا سامعا لكل شكوى، يا عالما بكل نجوى، يا كاشفا لكل بلوى، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا. اقذف في قلوبنا رجائك، اللهم اقذف في قلوبنا رجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلنا بركنك الذي لا يرام. يا سامعا لكل شكوى، يا عالما بكل نجوى، يا كاشفا كربتنا، يا سامعا دعوتنا، يا راحما عبرتنا، يا مقيلا عثرتنا، يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق. يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم، واخرجنا والمسلمين من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل الخاطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية. نسألك فرجا قريبا للمسلمين، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، وصبرا جميلا للمستضعفين. اللهم اجعل لدعاة الإسلام وشباب المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجمع شمل الولاة والدعاة على ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا أرحم الراحمين، يا ملاذ المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح شباب المسلمين، واملأ قلوبهم بالإيمان واليقين، واجعلهم سندا وقوة لهذا الدين،
واجعلهم قرة أعين لأهلهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم بصِّرهم بمكائد المفسدين، وجنِّبهم مخططات المنافقين، واملأ قلوبهم بالغيرة والحمية لهذا الدين. اللهم لا تجعل اللهو والرياضة أكبر همهم، ولا مبلغ علمهم، ولا إلى الضياع مصيرهم، وجنِّبهم مواطن الشبهات وموارد الشهوات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل نساء المسلمين صالحات تقيات قانتات تائبات، وحبب لهن الستر والحجاب، واغرس فيهن الحياء والعفاف. اللهم واحرسهن من دعوات المفسدين ودعايات المضللين، واجعل قدوتهن أمهات المؤمنين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين في آل أهل الإصلاح والدين. اللهم اقطع دابر السحرة والمشعوذين، وكف شرهم وأذاهم عن عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أبدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وفقرهم غنى، وفرقتهم جمعا، ومرضهم صحة، وضعفهم قوة، وهزيمتهم نصرا. وما ذلك عليك بعزيز، وأنت القوي العزيز. اللهم إن المسلمين في أغلب بقاع الأرض قد أذلوا واستهينوا وقتلوا وشردوا. اللهم نهبت خيراتهم، وسلبت ممتلكاتهم، وسفكت دماؤهم، واستبيحت أعراضهم، واحتلت أوطانهم، وفتنوا عن دينهم. اللهم يا رب المستضعفين، نسألك أن تجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. نسألك اللهم أن تجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، وأعد للمسلمين عزهم وقوتهم ومكانتهم، ومكن لهم في الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من لا يرد حكمه، ولا يهزم جنده، ولا تضعف قوته، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك اللهم أن ترينا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم ذلًا ورعبًا، وصب عليهم العذاب صبا، وكف شرهم عن المسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جموعهم، وشتت شملهم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة التي تنزل فيها إلى السماء الدنيا، نتوجه إليك وندعوك لإخوة لنا تحت أطباق الثرى، قد انقطعت بهم الأسباب، وأصبحوا رهائن لا يطلقون. اللهم إنهم ينتظرون نفحة من نفحاتك، فنسألك اللهم أن تغفر لهم وترحمهم. نسألك اللهم أن تغفر لهم وترحمهم، وأن تجعل قبورهم لهم رياضا من رياض الجنة، وافسح لهم فيها مد البصر، وافتح لهم أبوابا إلى الجنان. اللهم من كان منهم فرحا مسرورا، فزده فرحا وسرورا، ومن كان منهم محموما مكروبا، فبدل همه وكربه فرحا وسرورا. اللهم وأنزل عليهم في قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور، واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، ويوم القيامة آمنين. واخصص بذلك الآباء والأمهات، والمشايخ والدعاة، والأبناء والبنات، وسائر أموات المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار،
واجعلنا في من الفائزين بالجنة دار القرار. اللهم فكما جمعتنا في هذا البيت المبارك فاجمعنا جميعا في أعلى عليين على سرر متقابلين، فاجمعنا جميعا في أعلى عليين على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان ونعمة رغد العيش يا رحمن، واجعلنا لنعمتك من الشاكرين. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران ورحمة ورضوان وكرم وإحسان ونجاة من النيران وخلود في الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأنزل الأقسام. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فارفع لنا فيها الدرجات وكفر عنا فيها السيئات واجعلنا فيها من أهل الجنات. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبعفوك وامتنانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، ولا تجعله شاهدا علينا فتفضحنا بين العباد. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، ولا تجعله شاهدا علينا فتفضحنا بين العباد. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وارزقنا الزهادة في الدار الفانية، وأعد علينا رمضان أعواما متتالية ونحن نرفل في ثياب الصحة والعافية، وأمتنا قد عاد لها عزها واستعادت كرامتها. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الحي الذي لا يموت والدائم الذي لا يزول والقيوم الذي لا ينام. سبحانك أنت الكريم، سبحانك أنت الحليم. اللهم نسألك يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من كتب على نفسه الرحمة، اللهم إنا مددنا إليك أيدينا وتوجهنا إليك بقلوبنا، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، يا سامع النداء، يا مجيب الدعاء، يا كاشف البلاء، يا عالما ما في الضمائر، يا كاشفا ما في السرائر، يا من يجير ولا يجير ولا يجير، من يجير ولا يجار عليه. نسألك اللهم أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من رحماتك تجلو بها سواد قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتهدي بها ضالنا وتقبل تائبنا وتجبر بها كسر قلوبنا. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة على من كتبها وعلى من قرأها وعلى من سمعها ومن حضرها وأمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم، وعلى أهل السجون من الصالحين في سجونهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه الليلة بداية حياة جديدة ملؤها الإيمان والتقوى، ونهايتها الموت على الإسلام والفوز برضاك يا علام. اللهم يا من يتوب على من تاب، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، اقبل في هذه الليلة توباتنا واغسل حوباتنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء،
نسألك ألا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. يا ربي لا تخيب رجاءنا يا ربي لا تخيب رجاء يا ربي لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا. نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء. يا ربي حقق آمالنا يا ربي حقق آمالنا يا ربي حقق آمالنا وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة ووفقنا للتوبة والإنابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه هذا جهدنا هذا جهدنا وهذا دعاؤنا. إلهنا أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حاجاتنا. اللهم فحقق لكل منا ما رجاه واستجب لكل منا ما دعاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل على محمد عدد النجوم. اللهم صل على محمد يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خيرا. الله أكبر. وختاما نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارنا الثاني للشيخ عبد السلام اليحيى. اللهم هؤلاء عبادك اللهم هؤلاء عبادك لاذوا بجنابك وأناخوا مطاياهم ببابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فاعطهم ولا تحرمهم اللهم اعطهم ولا تحرمهم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القصيم بمدينة بريدة هاتف رقم 06-381-9-121 جهاز نداء 19-322-242. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم